لقاء بين قرآني وأعلام التقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا الله تعالى رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شهر رجب بداية الأشهر الثلاثة التي هي الدورة الثقافية الأعظم، ويعرف هذا الشهر باسمين، يقال شهر رجب الأصم باعتبار أنه لا يسمع فيه صوت السلاح لأنه من الأشهر الحرم، ويعرف باسم رجب الأصب، الأصم بالميم والأصب بالباء. يسمى شهر رجب بالأصب لأن الرحمة تصب فيه صبا. حول هذه المعاني قال الشيخ الطوسي في كتابه مصباح المتهجد: شهر رجب هو آخر أشهر الحرم في السنة على الترتيب الذي قدمناه. يقصد أن العلماء عادة يعتبرون شهر رمضان هو أول أشهر السنة العبادية، يعني حكي مش عن التاريخ، للتاريخ يعتبر شهر محرم أول السنة الهجرية، للأمور العبادية للدورة العبادية يعتبر شهر رمضان هو أول السنة الهجرية. وهو يعني شهر رجب شهر عظيم البركة شريف، كانت الجاهلية تعظمه. الجاهلية كان تعظيمه موجود فيها باعتبار الأديان السابقة، وجاء الإسلام بتعظيمه، وهو الشهر الأصم، سمي بذلك لأن العرب لم تكن تغير فيه من الغارة يعني الحرب، ولا ترى الحرب وسفك الدماء، فكان لا يسمع فيه حركة السلاح ولا صهيل الخيل، فسمي بالأصم. ويسمى أيضا الشهر الأصب لأنه يصب الله فيه الرحمة على عباده ويستحب صومه. في كل عام تستقبل الأمة شهر رجب وتنعم ببركات الرحمة الواسعة فيه، ويأتي هذا الاستقبال سنويا لشهر رجب على أعتاب الإمام الباقر والإمام الجواد والإمام الهادي سلام الله عليهم باعتبار ذكرياتهم بحسب روايات مختلفة في أوائل هذا الشهر. في كل عام تجدد الأمة العهد
بالإمام الباقر سلام الله عليه، وبالإمام الجواد سلام الله عليه، وبالإمام الهادي سلام الله عليه، وتسير معهم إلى أعتاب أمير المؤمنين، ثم تكمل المسيرة إلى أعتاب البعثة النبوية ذكرى المبعث الشريف في آخر شهر رجب. طبيعي جدا أن من واجب الأمة في كل سنة في شهر رجب وغير شهر رجب تعميق المعرفة بالإمام الباقر والإمام الجواد والإمام الهادي وجميع المعصومين 14. لكن شهر رجب في بدايته بالخصوص تكون مهمة تعميق المعرفة بالأئمة 3 الباقر والجواد والهادي سلام الله عليه. مجرد معرفتهم تزكية للنفس وتعميق لتوحيد الله عز وجل، لأنهم ممن جاء في وصفهم في الزيارة الجامعة المروية عن الإمام الهادي عليه السلام: من أراد الله بدأ بكم. بالإضافة إلى أن الأمة تتعلم من الأئمة عليهم السلام، خصوصا حديث الآن عن الإمام الباقر والجواد والهادي، تتعلم منهم الأمة دروس التوحيد الخالص ودروس العبودية لله تعالى ودروس مكارم الأخلاق المحمدية ودروس الجهاد في سبيل الله. كيف حفظ الله عز وجل التوحيد؟ من خلال أنه قضى سبحانه وتعالى أن يكون استمرار رسالات السماء، خصوصا الرسالة الخاتمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال أهل البيت، من خلال الأئمة 12، من خلال الزهراء عليه السلام والأئمة 12. لا يمكن أن نعتبر أن الحكام الذين حكموا باسم الإسلام قد أوصلوا الإسلام إلى الأجيال، لأنهم كانوا يعملون ضد الإسلام. الذي أوصل الإسلام إلى الأجيال هم الأئمة عليهم السلام، والذين علموا الناس التوحيد الخالص وآداب العبودية لله عز وجل، وعلموا الأجيال مكارم الأخلاق المحمدية وصراط الجهاد في سبيل الله عز وجل، هم الأئمة عليهم السلام. سأقف هنا بالخصوص على أعتاب مولانا الإمام الهادي سلام الله عليه. في حديث سابق وقفت على أعتاب الإمام الباقر عليه السلام، ويتركز الحديث هنا على أعتاب الإمام الهادي سلام الله عليه، باعتبار أن من الآراء أن شهادة الإمام الهادي عليه السلام كانت في رجب، وهذا الرأي يتبناه الشيخ المفيد قدس سره كما ذكر في كتاب الإرشاد. اخترت لهذا الحديث مقاطع مختارة من كتاب لأحد علمائنا في القرن السابع اسمه الإربلي، والكتاب اسمه كشف الغمة في معرفة الأئمة. الإربلي عالم جليل، توفي سنة 693 هجرية، وكتابه كتاب مهم جدا في بابه في سيرة المعصومين عليهم السلام. يقول: مولد الإمام الهادي في سنة 214
في شهر رجب 214، والشهادة سنة 254، يعني عمر الإمام الهادي سلام الله عليه 40 سنة، وبحسب بعض الآراء 41، 40 سنة وأشهر أو 41 سنة وأشهر. أم الإمام الهادي اسمها سمانة المغربية، سمانة من المغرب. طبعا إشارة هنا إلى أن من واجبنا تجاه الأئمة عليهم السلام أن تكون لنا علاقة بأمهاتهم، نهدي إليهم أعمالا، مش فقط لما عندنا حاجات بنقرأ الفاتحة لأم الإمام الرضا عليه السلام أو لأم البنين، وإذا ما عندنا حاجة لا، بشكل عام من أدب العلاقة بالإمام أن نعرف واجبنا تجاه والديه، والأم بشكل خاص لها موقع عند الإمام، وعندما يكون طلبنا عن طريق أم الإمام فإن الإمام عليه السلام يهتم بطلبنا اهتماما خاصا، اهتماما لأن مسلما أو مؤمنا أو مواليا طلب هذا الطلب، والاهتمام الثاني لأن لأمه ثوابا على قضاء هذا الأمر واستجابة هذا الطلب. مدة إمامة الإمام الهادي عليه السلام من أصل عمره الشريف 40 أو 41، مدة إمامته 33 سنة. معنى ذلك أنه كان إماما في سن صغير، يعني في صغر سنه. يقول الإربيلي استشهد عليه السلام سنة 54، يعني 254، في خلافة المعتز اللي كان حاكم بعصر الإمام وقتها، اسمه المعتز آخر الحكام. ثم يقول وكانت ولادته في سنة 14 و200، فيكون عمره 40 سنة غير أيام، 40 سنة إلا أيام بناء لرأي الإربيلي، وهناك أراء أنه حوالي 41 أو 40 وشوي، يعني بالنتيجة بين 40 وبين 41. وكان مقامه أو مقامه مع أبيه، يعني بقاؤه مع أبيه 6 سنين و5 أشهر، وبقي بعد وفاة أبيه 33 سنة وشهورا، وقبره بسر من رأى، سامراء تسمى سامراء وتسمى سر من رأى. عن إسماعيل بن مهران قال لما خرج أبو جعفر عليه السلام من المدينة إلى بغداد في الدفعة الأولى من خرجتيه، قلت له عند خروجه جعلت فداك، إني أخاف عليك في هذا الوجه، فإلى من الأمر بعدك؟ فكر بوجهه إلي ضاحكا وقال ليس الغيبة حيث ظننت في هذه السنة. فلما أخرج به الثانية إلى المعتصم صرت إليه فقلت له جعلت فداك، أنت خارج، فإلى من هذا الأمر من بعدك؟ فبكى حتى خضلت لحيته، ثم التفت إلي فقال عند هذه يخاف علي، الأمر من بعدي إلى ابني علي. إذن بقاؤه مع أبيه 6 سنين و5 أشهر معناها أنه بمجرد شهادة أبيه أصبح إماما، يعني الإمام الهادي عليه السلام معنى هذا أنه كان إماما وهو في 6.5 سنة من عمره،
سأرجع إلى هذه النقطة. إقامته في سامراء 20 سنة، يعني الإمام عمره 40 أو 41، منها 20 سنة في سامراء. السبب أن الخليفة كان يخشى من تعلق الناس بالإمام ولا يريد أن يبقى الإمام في المدينة، فلذلك استدعاه برسالة ظاهرها اللطف لكن هي عبارة عن نفاق، وأنه الخليفة يحب أن تكون قريبا منه وسيقوم بواجبك وإلى آخره. عن هالطريق هذا جاء الإمام إلى سامراء سلام الله عليه وبقي فيه. هنا لابد من الوقوف عند ظاهرتين في فترة إمامة الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري. الظاهرة الأولى العمر القصير. الإمام الجواد سلام الله عليه عاش 25 سنة، الإمام الهادي سلام الله عليه 40 سنة أو 41 كما مر، الإمام العسكري سلام الله عليه حوالي 29 سنة. ثم ظاهرة ثانية أن الإمام الجواد سلام الله عليه كان إماما في سن مبكر. الصواعق المحرقة الكتاب المؤلف ضدنا لكن يتضمن أمورا حول الأئمة عليهم السلام مهمة جدا، من جملتها أن الإمام الجواد سلام الله عليه كان إماما في 7 من عمره. طيب، ظاهرة العمر القصير لعل لها علاقة بصعوبة المرحلة، صعوبة الظرف، يعني الانحراف بدأ يتعاظم فوصل إلى أشد مراحله في فترة هارون المسمى بالرشيد، واستمر تعاظم الفساد والمنكر، وكان انتقال العاصمة العباسية من بغداد إلى سامراء وعمت الفوضى بشكل عجيب. ظاهرة العمر القصير قد تكون على علاقة بشدة معاناة الإمام الجواد سلام الله عليه، وكذلك معاناة الإمام الهادي سلام الله عليه، ومعاناة الإمام العسكري سلام الله عليه. مسألة الإمامة في سن مبكر يحتمل أنها تمهيد لإمامة الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا كده، باعتبار أنه كان إماما في حوالي 4 من عمره الشريف، أو مثلا 5 سنين، بناء على الاختلاف بالرواية بشهادة الإمام العسكري سلام الله عليه أنه 252 أو لا، في عدة روايات، لكن قطعا كان الإمام المهدي أرواحنا فداه صغير السن. طبعا مسألة الإمامة في صغر السن في سن مبكر مسألة تستند إلى مبدأ قرآني. القرآن الكريم إذا دققنا لم يترك أساسا اعتقاديا تحتاج الأجيال إليه إلا وتحدث عنه. الأجيال تحتاج إلى معرفة أن الحجة لله على الخالق النبي أو الإمام قد يكون صغير السن. تحدث الله عز وجل في قصة النبي عيسى والنبي يحيى على نبينا وآله وعليهما السلام. النبي عيسى بمجرد أن ولد قال إني عبد الله، يعني حديث العهد بولادة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي.
النبي يحيى وآتيناه الحكم صبيا، بالإضافة إلى هذا المبدأ القرآني الذي يمكن أن تستند إليه الأجيال عندما يناقش أي شخص في أي عصر أنه كيف إمامه صغير السن، الجواب القرآني واضح، في نبي كان صغير السن والنبي الثاني كمان يحيى كان صغير السن. بالإضافة إلى هذا، كأن الله عز وجل شاء أن يقدم نماذج جديدة من هذه الأمة، من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نموذج الإمام الجواد سلام الله عليه، إمام في صغر سنه وفي حوالي 7 من عمره الشريف، عجز كل فقهاء الدولة العباسية الذين استنفرهم العباسيون لمناظرة الإمام الجواد سلام الله عليه، عجزوا في مناظرته وهو في 7 من عمره. يعني نحن الآن بعد أجيال نقرأ أن الإمام عليه السلام كان صغير السن، الإمام الجواد سلام الله عليه والإمام الهادي سلام الله عليه، لا نستطيع أن نعيش الظروف التي كانت في تلك المرحلة. تصوروا بزمن الإمام الجواد سلام الله عليه يقرر المأمون أن يزوج الإمام الجواد ابنته أم الفضل، اللي بالروايات كان لها دور بسم الإمام أو هي التي تولت ذلك. طبعا الإمام لم يقترب منها نهائيا. المهم، العباسيون رأوا في ذلك خطرا عليهم، لأن الإمام الرضا عليه السلام استشهد، يعني كأنهم تخلصوا منه أمس واليوم رح يرجع الإمام الجواد يسلم مكانه، فبذلوا كل جهودهم مع المأمون لصرفه عن هذا الأمر، وعقد لذلك مجلس عظيم جدا. يعني كيف مثلا بلا تشبيه الآن أنه بواشنطن أو بنيويورك يجيبوا أكبر العلماء بدنا نناظروا ولد عمره 7 سنين. طيب، وكانت النتيجة مذهلة بحيث أن الجميع اضطروا أن يذعنوا بهذه النتيجة. هذا الأمر عجيب، مش أمر عادي. يعني فرضنا صار شيء من هالقبيل، هلأ بشوفوا واحد حافظ القرآن الكريم، أو مثل هذه مثلا البنت الأندونيسية الصغيرة بنت 4 سنين، أنه بيقولوا لها آية بتقرأ هي الآية اللي بعدها أو مشابه، أنه هذه أمور عجيب. فأنه طفل بحسب الظاهر ابن 7 سنين يجيب يحيى ابن أكثم على مسائله الشداد اللي راح فكه تعب فيها فكر فيها بذل جهد راجع المصادر وحضر كتب حضر مسائل حتى يحرج الإمام الجواد سلام الله عليه، ما استطاع أن يحرجه، والإمام سأله بعض الأسئلة لم يستطع أن يجيب عليه. هذا تمهيد عملي لما سيأتي من ظهور وبداية عصر الإمام المهدي أرواحنا فداه. كذلك بالنسبة للإمام الهادي سلام الله عليه، وهو صغير السن يتولى الإمام ابن 6 سنين ونص، ويذعن له الجميع. يعني كانوا الناس متعلقين بالإمام الهادي سلام الله عليه تعلق عجيب. مثلا المتوكل هو الحاكم العباسي الشرس ضد الإمام، لكن مرض أمه لمين بتنذر نذر؟ بتنذر نذر للإمام الهادي إذا طاب ابنها. يعني عقيدتهم بالإمام الهادي حتى أمه للمتوكل هكذا. فتعلق القلوب بالإمام مش نتيجة أنه والله هذا ابن بنت رسول الله، طب ما في كثير من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نتيجة ما رأوا منه من كرامات ومن عظمة من علم من استقامة من قوة شخصية بإذن الله تعالى. هذا أيضا تمهيد عملي آخر لتدريب الأمة في وقتها والأجيال على تقبل إمامة الإمام المهدي أرواحنا فداه وهو صغير السن. هنا أحببت أن أعطي
نموذجان من علاقة المأمومين بالإمام، وبنفس الوقت ببين لنا هذا النص رأي الإمام بالبنت، وأنه ممكن تكون البنت أفضل من الإبن. طبعا للأسف نحن عنا فهم جاهلي متحكم حتى بالنساء، أنه الصبي ما في مجال للمقارنة بينه وبين البنت، فهم الإسلامي مش هيك. ولعل من جملة الأمور اللي لأجلها كان نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الزهراء عليه السلام هو هذا الأمر. هذا الأمر طبعا هذا الحق من حقوق للأسف لا النسوان ولا الرجال بيوقفوا عنه، والنسوان بصيروا يركزوا على حقهم وين؟ بأمور الدنيا والمصاري، وانه بحبها اكثر والله بحب هذيك اكثر، ونعم الى اخره، الامور ما لها ميزان، ما لها موقع في ميزان الله عز وجل. الامام الهادي سلام الله عليه كان من جملة المقربين منه شخص اسمه ايوب ابن نوح. أيوب ابن نوح في رواية يقول عنه الإمام الهادي عليه السلام: إذا أردت أن تنظر إلى شخص من أهل الجنة فانظر إلى هذا. عن أيوب ابن نوح، أيوب ابن نوح بيقول كانت امرأته حامل، فسأل الإمام أن يدعو لها، فقال: سترزق ولدا ذكرا فسمه محمد. يقول ولد له صبي وسماه محمدا. بكمل أيوب ابن نوح يقول: وكان ليحيى بن زكريا شخص آخر اسمه يحيى بن زكريا، كان من شيعة وأصحاب الإمام الهادي عليه السلام، كان له حمل، يعني امرأته حامل، فكتب إلى الإمام الهادي: إن لي حملا فادعوا الله أن يرزقني ابنا. فكتب إليه الإمام الهادي عليه السلام: رب ابنة خير من ابن. فولدت له ابنة. رب ابنة خير من ابن. المسألة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صريحة بأنه مش الرجل أفضل من المرأة، ولا أنه المال ميزة، الميزة التقوى. مين ما كان متقي بحسب تقواه ومقدار تقواه تكون كرامته عند الله عز وجل. الدرس التفصيلي أو الرواية الطويلة التي تتضمن عدة دروس للأجيال كلها التي هي محور هذا الحديث، هي رواية عن شخص اسمه فتح ابن يزيد الجرجاني. الجرجاني نسبة إلى جرجان، هي بلد الآن موجودة في شمال إيران اسمها جرجان، تعرف الآن جرجان، بس باعتبار أنه بالتعريب اللغة العربية والتاريخ الإسلامي اسمها موجود كثير يقال جرجان، لكن هي نفسها هذه جرجان اللي موجودة الآن في شمال إيران. هذا الشخص فتح ابن يزيد الجرجاني كان مسافرا من خراسان، هي جرجان بطريق خراسان، مسافر يجوز رايح على زيارة على مشهد على مطرح شيء، وبعدين رايح على خراسان، وإجا يقول ضمن الطريق مع الإمام الهادي عليه السلام. الإمام الهادي رايح على العراق، وهو جاي من خراسان بده يكون لمكة لمكان تاني، بس انه الطريق مشترك بيناتهم. ضمني وأبا الحسن الهادي سلام الله عليه الطريق حين منصرفي من مكة إلى خراسان، وهو صائر إلى العراق، فسمعته وهو يقول: من اتقى الله يتقى، ومن أطاع الله يطاع. قال: فتلطفت في الوصول إليه، فسلمت عليه،
فرد علي السلام وأمرني بالجلوس، وأول ما ابتدأني به أن قال: يا فتح، من أطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوق، ومن أسخط الخالق فأيقن أنه يحل به الخالق سخط المخلوق.